أنتقل الآن إلى ضيفي في استوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. الكثير من النقاط المهمة ذكرتها الزميلة كارينا. لنبدأ بالسبب وراء هذه التراجعات القوية والسريعة جدا بالأسواق رغم بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة. بالتالي هل لك أن تفسر لنا بالفعل يعني هل فقط أرقام الوظائف والنمو السريع في معدلات الأجور هو السبب الوحيد وراء هذه الخسائر التي نراها؟ حقيقة التغير في الاتجاه عادة يكون مع التغير في الثقة، والتغير في اتجاه الأسعار يتغير عندما يتغير ثقة المستثمرين بهذه الأسعار. العملية اللي حدثت هي عملية فقدان سريع متتالي وبشكل تجميعي كبير للثقة في تلك المرحلة وعزوف عن المخاطرة في تداولات كانت يوم أمس أدت إلى عمليات ستوب أوت وعمليات خروج من الأسواق وتفعيل أوامر بيعية قوية بالاتجاه الهابط أدت إلى هذا الهبوط، خصوصا أنه مثل ما ذكرت الزميلة تحدثت عن أنه عام كامل من الارتفاعات المتتالية على المؤشرات الأمريكية ومؤشرات الفوليتيليتي والفيكس والذعر في أدنى مستوياتها ومن ثم عودة للاتجاه الهابط كانت حقيقة بنتيجة تخوفات من المستقبل من فيوتشر جديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأيضا بالسياسة المالية بدأت تحسب عند هذه المستويات السعرية. لابد لكل ارتفاع يجب أن يكون هناك عودة تصحيحية، وكانت الفتيلة يعني الفتيل الاشتعال ممكن يكون عندنا فند كبير دخل بالاتجاه الهابط ومن ثم كانت عملية دومينو وتتابع لعمليات البيع متتالية هي مبنية بشكل كبير على تطلعات للفترة القادمة كيف يمكن أن يرى الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تتجه فيه باقي اقتصادات العالم إلى تشديد السياسة النقدية أيضا مع وجود رئيس فيدرالي جديد وتوجه نحو تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال هذا العام والتضخم الذي حتى الآن يعني لم يصل إلى المستويات المستهدفة وممكن أن يكون بأوروبا عرضة لخروج عن الولايات المتحدة. بالتالي هل يعني بالفعل هذه المخاوف حول مستويات التضخم مبررة؟ يعني رقم واحد من الأجور من مستويات النمو بالأجور، هل ممكن مثلا بالفعل أن تضغط على مستويات التضخم صعودا وأن تحرك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أكثر من 3 مرات في هذا العام؟ هذا اللي ممكن يحدث لأنه التضخم يبقى دائما يجب أن يكون دائما تحت السيطرة وإن كان معدل الأجور يجب أن يكون أعلى من وتيرة ارتفاع التضخم، لكن رفع سعر الفائدة هو الاحتواء التعافي الاقتصادي الذي حدث فعليا داخل الاقتصاد الأمريكي وإضاعة الفرص عالية المخاطر في مثل هذه الحالة يجب أن يتم احتوائها من خلال رفع معدل الفائدة الذي يعتبر هو الخالي من المخاطر أو الآمن نوعا ما. بالتالي عمليات الرفع تعكس تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، وهنا أصبحت الأنظار تتجه إلى أنه الفيدرالي الأمريكي ممكن أن يتجه إلى رفع سعر الفائدة بشكل أكبر خلال تعاملات هذا العام من المرات المذكورة واللي هي 3 مرات لسيطرة على التضخم ولعدم خروجه عن السيطرة. وإضافة إلى نقطة مهمة، ممكن مع رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ممكن يكون في عندي تكلفة الاستدانة أكبر، ممكن يكون ضغط أكبر على الشركات التي تمتعت بارتفاعات حادة ابتعدت فيها القيمة السوقية عن القيمة الدفترية الحقيقية لهذه الشركات. بس بنفس الوقت يعني بالفعل جاي ضغط علي من ربما زيادة الأجور، ربما من زيادة تكلفة الاستدانة، بس بنفس الوقت عندنا موضوع الضرائب والخطة التحفيزية التي أقرت في الولايات المتحدة. بالتالي هل تعتبر أنه الأسعار التي كانت وصلت إليها عكست كل الفوائد من ذلك؟ قانون الضرائب لسه ما رأينا إفكت تبعه أو التأثير تبعه الحقيقي على أداء الشركات من خلال ريبورت تبعهم من خلال إعلانات الأرباح. نحن نتحدث عن التوزيعات التي كانت أدنى من المتوقع مع زيادة وارتفاع وتيرة الأجور، حتى لو كان عندي أنا ارتفاعات بأسواق الأسهم، لكن مجددا الشركات مجابهة لمجموعة من التغيرات التي قد تقلل، وأيضا السياسات الحمائية وما ترتد عليه من الدول خارج الولايات المتحدة الأمريكية الأخرى التي قد يعني تستخدم نفس الأسلوب الذي يضغط على أداء الشركات بشكل أكبر بالفترة القادمة. رائد، هل في مستويات معينة للمؤشرات الأمريكية بتشكل برأيك فرصة للدخول والشراء؟
اجمالا نحن هلا ما انتهت الموجه اللي نحن موجودين فيها، موجه الهبوط التصحيحي، نحتاج الى انعكاسه حتى نرى تماما امكانيه الهبوط. الهبوط كان حاد كبير، لا يمكن ان يقياس العمق الهبوط بشكل كبير خلال الفتره الحاليه، لكن نحن يعني ممكن انه نتحدث عن انه بالنسبه للداو جونز كنا لما جاوزنا مستويات العام الماضي 20,000 اعتبرناه انجاز كبير، وكان من الصعب جدا تخلي عن هذه المستويات. حتى الان نزيف او الهبوط لم ينتهي بعد، لم نحتاج الى اغلاق وعوده اغلاق اسبوعي بالاتجاه الصاعد حتى نقول انه عدنا لعمليه تصحيح بالاتجاه الصاعد. عندما يحدث ذلك نرى فعلا مستويات الدخول المناسبة. لكن إذا بدنا يعني نذكر أرقام، أنه قلنا 20,000 هي مستويات دعم نفسية وقوية جدا، ويمكن من الصعب أن يكون اختراقها لهذا المؤشر. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.